أهلا وسهلا بحضراتكم في درس جديد من دروس كورس تعلم أساسيات الكمبيوتر والإنترنت من الصفر حتى الاحتراف. النهاردة هنتكلم عن نظام التشغيل داخل جهاز الكمبيوتر، وده طبعا أكتر حاجة حضرتك هتشتغل عليها طالما بتتعامل مع جهاز كمبيوتر. بس الأول قبل ما نبدأ نتكلم عن النظام، إيه هي أنواع أجهزة الكمبيوتر؟ أجهزة الكمبيوتر في منها المكتبي، وطبعا بيرمز ليه بكلمة بي سي، تمام؟ وفي جهاز الكمبيوتر المحمول وبيرمز له بكلمة لابتوب، تمام؟ طيب عندنا لما بنبدأ نشتغل على جهاز الكمبيوتر في أكتر من نظام ممكن حضرتك تكون بتشوفه على جهازك، بس كل نظام بيختلف عن التاني. يعني في ناس من حضراتكم هتلاقي عندهم ويندوز اكس بي، ناس 7، ناس 10، ناس ويندوز 11 اللي هو 11. طيب بمعنى ان كل ويندوز من دول بيرجع لامكانيات الجهاز، يعني ما يبقاش جهاز راماته اقل من 2 جيجا او جهاز قليل في امكانياته واجي انزل له ويندوز 11، ما ينفعش، تمام؟ فمعنى كده ان انا كل ما بعلى في فيرجن الويندوز يفضل ان يكون امكانيات جهازي اعلى عشان الامكانيات العالية تواكب التطور معايا في نسخة الويندوز. طيب ايه هي انظمة الويندوز؟ احنا هنتكلم على الشائع او الموجود حاليا، لكن كان فيه قبل كده فيرجنات تانية زي فيرجن اسمه ويندوز 98، وكان فيه فيرجن اسمه ميلينيوم. طبعا الحاجات دي عفى عليها الزمن، فمش هتلاقي الحاجات دي موجودة حاليا على اجهزة. في حاجة كمان، شركة مايكروسوفت وقفت الدعم لتحديث البرامج، الابديت بتاع البرامج عن ويندوز 7. معنى كده ان شركة مايكروسوفت حاليا بتدعم الابديت بتاع البرامج بداية من ويندوز 10 اللي هو ويندوز 10. هنيجي مثلا على سبيل المثال، نلاقي ده الديسك توب بتاعي، تمام؟ الديسك توب عندي هنا عبارة عن المساحة اللي قدامي دي، بيبقى موجود عليها ممكن احط فايلات زي كده، وممكن يبقى فيه ايقونات زي كده، وممكن يبقى فيه شورت كات لبرامج. هنعرف ده كله بالترتيب مع بعض. طيب اولا بلاقي عندي هنا الايقونة بتاعت جهاز الكمبيوتر بتختلف اسمها من ويندوز لاخر. في اجهزة بيبقى جهاز الكمبيوتر او ماي كمبيوتر او This PC، تمام؟ أنا حاليا على ويندوز 10، فعندي هنا اسم الجهاز This PC. ممكن أغير اسم الجهاز. اتفقنا إن عندي القائمة بتاعة الماوس كليك يمين وكليك شمال، لو دوست كده في الفاضي هنا كليك يمين هيبدأ يظهر لي قائمة الماوس اللي هي View Sort By وRefresh، وهنشرح الحاجات دي كلها. طيب لو جيت على اي ايقونه من دول ودوست بقى كليك يمين بنفس الموضوع، ظهر لي قائمه مختلفه اللي هي اوبن لو انا هفتح، او بنت تو كويك اكسس. طب ايه هو كويك اكسس؟ ده الشريط السريع اللي هو بلاقيه فين؟ بلاقيه عندي هنا على الشمال. يعني ممكن اضيفه هنا زي ما انا ضايف حاجات كده، تمام؟ طيب ايه تاني في القائمه دي؟ مانج، ودي طبعا هنشرحها برضو، ماشي؟ لان دي ممكن اعمل منها شير للبرامج عندي، ممكن اغير حاجات في اعدادات الهارد، ممكن اغير اماكن الهارد، التسمية مكان دي اخليه ايه، مكان دي اخليه اف، ممكن اخفي البارتيشن نفسه اللي هو القرص، وممكن اصغر. فاحنا مانج دي هيبقى ليها درس خاص بيها. بعد كده بين تو ستارت، يعني وضع في قائمة ستارت. بعد كده هننزل هنا هنلاقي ديليت، ماشي، او رينيم او بروبرتيز. طيب رينيم لو دوست كده ممكن اسمي الكمبيوتر اي حاجة زي كده، اي حاجة انا عايزها، عربي او انجليش، تمام؟ عايز ارجع في اللي انا عملته قبل ما ادوس انتر باخر مفتاح في الكيبورد اللي هو اسكاب، وبدوس عليه دوسه مش هيحفظ معايا التغيير،
وممكن لو عملت إجراء زي كده وعايز أرجع فيه، بلاقي عندي حاجة هنا مكتوب عليها أندو، بدوس عليها بترجعني لآخر إجراء كنت عليه، اللي هي في برامج الوورد والحاجات التانية اختصارها كنترول زد. طيب بعد كده بلاقي أيقونة بتاعة نتورك، ودي بدخل منها ألاقي الشبكة، الأجهزة اللي هي معمول لها شير على الشبكة عندي، تمام زي كده اختصارات. ممكن لو أنا مشير في ملف من أي جهاز تاني أقدر أدخل عليه، وده برضو هنتطرق ليه لاحقا. بعد كده بلاقي كنترول بانل أو لوحة التحكم، دي بيبقى فيها حاجات خاصة بالسيستم وبالنظام، لو دوست عليها دبل كليك زي كده هتفتح معايا هنا قائمة زي كده فيها السيستم سيكيورتي، بينقسم لحاجات معينة، نتورك اند انترنت، حاجات تانية، هاردوير اند ساوند، ماشي، القطع والصوت، بروجرامز اللي هي بنعمل منها لو عايزين نعمل يونستيل او عايزين نشيل برنامج من على الجهاز، وهنشوف دلوقتي ازاي نعمله، يوزر اكاونتس لو عايز اعمل يوزر او اتنين او تلاتة على الجهاز، اما يجي يفتح ادخل على اليوزر ده، ولو عايز اعمل باسورد للويندوز بيبقى عن طريق قائمة يوزر اكاونت، تمام. كل الحاجات دي هنشرحها لاحقا. هنا لو عايز اغير اللغة بتاعة الكمبيوتر، اللغة ومنها التاريخ والوقت والحروف، هنلاقي تحتها change data او change date sorry time or numbers formats. بعد كده ملحقات الويندوز بيبقى فيه منها لو انا عايز اعمل فويس اوفر، او في اجهزه اللي بتبقى بتدعم الفويس اوفر اقدر اتكلم والكمبيوتر ينفذ لي الحاجات اللي انا هتكلم بيها او هامره بيها عن طريق فتح اوامر وغلقها، تمام. طيب اتفقنا ان هنا دول الايقونتين، ماي كمبيوتر نتورك كنترول بانل. طيب دي ايه؟ دي ريكايل بين، تمام، ريسايكل بين او سله المحذوفات، تمام. دي لما بحط ملف، لو عندي ملف زي كده ودوست عليه كليك يمين وبعد كده دوست ديليت كده اهو، الملف اتحذف لكن ما اترماش بره الجهاز، بيفضل الملف عندي فين؟ في سلة المحذوفات لغاية ما اعمل اجراء من الاتنين، يا اما اجي على سلة المحذوفات كده اهو واقول له امبتي يعني افراغ، او بفتح كده لو عندي اكتر من ملف، يعني لو حذفنا مثلا ملفين كده، اي ملف هنا تاني هعمل كده نيو واعمل ملف اي حاجة ونرار مثلا ملف مضغوط، وهاجي احذف ده كده، ولو جيت فتحت سلة المحذوفات هلاقي عندي هنا الملفين موجودين معايا. طيب انا الملفين موجودين معايا، عايز احذف حاجة منهم، بدوس على الحاجة دي زي كده واقول له ايه؟ ديليت تاني. طالما دوست ديليت هنا دي هتترمي بره الكمبيوتر نهائي، تمام. او عاوز ارجع الملف تاني مكان ما اخدته، اعلم هنا هيظهر لي القائمة اليمين في موجود منها ريستور لو هرجع الملف المكان اللي انا حذفته منه، او كات هاخد الملف احطه في اي مكان تاني، او ديليت او بروبرتس هيقول لي خصائص الملف ده. طيب نجرب نرجع الملف، انا علمت عليه كليك يمين وهدوس على ايه؟ ريستور بالايه؟ الكليك شمال كده، فضيت السلة، راح فين الملف؟ رجع لمكانه. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ هنا لما باجي على اي ملف اقف واحدد كده، وانا محدد افضل دايس على الكليك شمال وابدا امشي كده، بيفضل الملف متشال معايا لغاية ما بسيب الماوس في اي مكان انا عايزه يحط لي الملف. يعني هقف هنا كده مثلا وهشيل ايدي، بلاقي الملف اصبح معايا فين؟ هنا بدل هنا. عايز ارجعه تاني بدوس عليه كده وباجي شايله وانا دايس كليك شمال على الماوس،
دوسة مستمرة، واجي هنا باجي دايس كده بيعمل ايه؟ بيحط لي الملف هنا. طيب هرجعه تاني هنا مكانه، مكان ما انا حاطه. لو انا عايز اعمل ملف جديد او عايز اعمل مستند جديد او نيو فولدر او شورت كات، يعني اختصار لحاجة معينة. طيب اختصار يعني ايه؟ يعني لو بصيت حضرتك هنا على الديسك توب هتلاقيني عامل ايقونة هنا كده، ايه دي؟ اختصار لعملية اغلاق الجهاز، بمعنى ان انا لو دوست دبل كليك على دي هيطفي الجهاز، تمام؟ بدل ما هدوس هنا كده على قائمة ستارت وابدا ادوس هنا على كي علامة باور وابدا اختار شت داون، كل ده بختصره بان انا عامل ايقونة هنا وحاطط لها كود معين، فبيعمل ايه؟ بيطفي لي الجهاز من هنا. وهنزل لحضراتكم بعد كده برضو الاكواد دي ازاي تعملها، تمام؟ طيب انا دلوقتي عايز اعمل ملف جديد على الديسكتوب او في مكان ما على الجهاز، هنعمله هنا ونعمله على الجهاز. انا على الديسكتوب بعمل قائمة الاوامر اللي هي على اليمين، كليك يمين على الماوس، واجي هنا عند نيو، هيبدأ يفتح لي بيقول لي اول حاجة فولدر، لو انا هعمل فولدر او شورت كات هعمل اختصار من الويندوز، او بعد كده مايكروسوفت اكسس داش باس داتابيس، تمام، اللي هي اكسس او ملف وورد بيرمز ليه بالرمز W، تمام، او بالحرف W، او مايكروسوفت باوربوينت او مايكروسوفت بابلش دوكمنت او وينرار ملف مضغوط او تكست دوكمنت او مايكروسوفت اكسل وركشيت او وينرار زيب ارشيف، تمام. هنجرب نعمل دلوقتي ملف زي كده. بمجرد ما بدوس على الملف هنا كده بالكليك شمال بيبدا يحط لي ملف ويعلم لي هنا علامه زرقاء. معنى العلامه الزرقاء ان هو الملف حاليا قابل لاعاده التسميه. طب انا مش عايز اسميه وعايز اسيبه على الاسم ده، ببدا ادوس في اي مكان فاضي كده هنا على سطح المكتب، او لو انا جوه الكمبيوتر، او ادوس انتر في الكيبورد، تمام. فانا ادوس في اي مكان فاضي كليك شمال بالماوس، بلاقي الملف عمل مربع هنا كده والاسم اصبح نيو فولدر. طيب انا عاوز اخلي الملف ده باسم تاني، هاجي معلم على الملف كده واجي ظاهر القائمه بتاعه الماوس القائمه اليمين، واجي عامل كلمه رينيم يعني اعاده تسميه، او لو عاوز احذفه ادوس ديليت زي ما عملنا هنا في ملف الوورد، او لو عاوز ارجعه من السله هرجعه بايه؟ ريستور، او لو عاوز احذفه نهائي بره الجهاز بدوس في الكيبورد على شيفت ديليت، فبيعمل ايه؟ بيشيل الملف، مش بيوديه لي السله، بيوديه لي بره الجهاز نهائي مباشره، بيختصر الاجراءين في اجراء واحد. او لو عاوز اخد الملف كوبي انقله في مكان معين في الجهاز، او لو هاخده نقل، طبعا نقل كات كوبي يعني هاخده نسخ، سند تو لو هبعت الملف ده على بلوتوث او على ملف مضغوط او على الديسكتوب لو انا جوه وعاوز اعمل شورت كات منه، حتى هنا بيقول لي ديسكتوب كريت شورت كات، تمام. فاحنا دلوقتي هنسمي الملف، هندوس رينيم ونبدا نكتب الاسم اللي عاوزينه. انا كتبت اي حروف في الكيبورد عمل لي كده. طيب في حاجه تانية؟ في ممكن احدد الملف بالكليك شمال زي كده، عمل لي عليه مربع ومظلل، وبدوس في الكيبورد على F2 اختصر لي القائمه اللي بفتحها وادوس عليها رينيم، وهبدا اكتب بالعربي مثلا محمد، تمام، وادوس انتر في الكيبورد او ادوس في اي مكان فاضي في الجهاز هيسميهولي. طيب معلومه صغيره، لو انا الملف ده مفتوح حاليا وجواه ملف مثلا نوتباد، ملف كتابه او اي ملف ايا كان، وقفلت الملف كده لكن انا فاتح اللي جواه زي النوتباد كده مثلا، اللي جواه اهو ده كده اللي جوه الملف مفتوح معايا، وجيت هنا عشان اسمي الملف او احذفه، هسميه دلوقتي اخليه محمود مثلا، وهاجي اقول له اوكي، هيقول لي ما ينفعش تسمي الملف الا لما تقفل
الحاجة اللي انت فاتحها من جوه الملف. نجرب، ندوس كده في الفاضي. تمام، قال لي this action cannot be completed because the folder or file in it is open in another program. بيقول لي ما ينفعش تسمي الملف ده او تغير تسميته لان الملف او ما بداخل الملف مفتوح بطريقة اخرى او في برنامج اخر. تمام، مش هيسمي ولا يعمل اي حاجة طول ما بدوس هنا الا لما اقفل الملف. طيب لو دوست كنسل خلاص هيرجع في الاجراء ويفضل ده باسم محمد. طيب انا زي ما انا كده وعايز اكمل الاجراء، هفتح الملف اللي انا فاتحه من النيو فولدر وهاجي اقفله من هنا من علامة الاكس واقول له تراي اجين، هيسمي الملف. يبقى دي تركية ممكن تقابلك وانت شغال. قيس على كده الحذف او النقل او النسخ. تمام، عملنا الملف ودخلنا جواه، عملنا نوتباد يعني اندكس صغيرة احط جواها اي حاجة او اي كتابة، ممكن اسميها برضو نفس اللي انا عملته برا، هيدوس كليك يمين ورينيم، وممكن اسميها مثلا ملحوظات، مثلا ملحوظات بخصوص العمل مثلا، وادوس انتر. خلاص اتسمى. اوقات لما بدخل الكمبيوتر بلاقي شكل الكمبيوتر كبير جدا قدامي، او دي معموله لي بالعرض او بالطول. طيب بجيب الحاجات دي منين؟ لو بصينا كده على الشريط اللي فوق ده هلاقي عندي كلمة فايل بينزل منها اختصارات كتيرة، كلوز لو انا هقفل الملف كله، او هيلب او اوبشن اللي هو لو هيعرض لي القائمة بتاعته، او اوبن انيو ويندو يعني لو هيفتح لي نسخة من الملف في نافذة اخرى. طيب لو انا جيت جنبها كده هلاقي هوم، عندي هنا كات كوبي بيست شورت كات بيست ماشي موف تو نقل الى، كوبي تو نسخ الى، او ديليت. طبعا موف تو كوبي تو زي نظام الموبايل، ديليت يعني حذف، رينيم يعني اعاده تسميه، نيو فولدر لو انا هعمل فايل تاني داخل الفايل ده، او نيو ايتم هنلاقي منها حاجات كتيره اللي هي القائمه بتاعه نيو اللي شفناها على الديسكتوب. تمام، او اوبن او اديت. تمام، او سيلكت اول. سيلكت اول يعني تحديد الجميع. لو انا عندي هنا اكتر من ملف كده مثلا، نعمل ملف كده وادي ملف تاني فايل ماشي، وعايز اعمل دول كلهم احددهم مره واحده، حاجه من الاثنين، يا اما تنبقى في اي مكان فاضي كده واجي دايس بالماوس بالناحيه الشمال وانا دايس الاقيه عمل لي خط كده، اطلع بنفس الدوسه لفوق لاخر حاجه عاوز احدد عليها واجي شايل ايدي من على الماوس، هلاقي الملفات اتحددت كده. ممكن اخد دول زي ما هم اوديهم اي مكان، او احذفهم، او اعمل اي حاجه عاوز اعملها في الملفات، او اخد نسخه منهم. تمام، يعني وانا مظلل الثلاثه كده لو وقفت عليهم كده على اي واحد فيهم ودوست قائمة الكليك يمين ودوست ديليت كده راحوا سلت المهملات، اصبح ملف محمود فاضي. لو دخلت السلة هلاقي الثلاث حاجات اللي انا عملته، هظلل تاني في اي مكان فاضي بتأشير الماوس الناحية اليسار وباجي طالع لفوق وبدوس ريستور كده رجعت الملفات مكانها، عشان لو اتحفظ من حضرتك او اتمسح ملفات بالخطأ. طيب انا عايز اعرض شكل الايقونات ده بطريقة تانية، هاجي هنا على كلمة فيو بلاقيه عرض لي قائمة، القائمة دي في اخرها في ويندوز 10 ممكن الناس لحد دلوقتي تكون بتشتغل عليه وما يعرفش ازاي يظهر ملف مخفي او يخفي ملف، فالقائمة دي هنا لو دوست على options كده بيظهر القائمة اللي منها فيها فولدر هنا general. تمام، وهنا view اللي انا بخفي منها الملف، بلاقي خيارين تحت اللي هو hidden file and folder
اللي هو إخفاء الملفات والفايلات. بدوس هنا don't show hidden file for أو folders or drive، يعني بقول له هنا اخفي اخفي أو لا تظهر الملفات المخفية. وهنا لو دوست على الخيار ده بقول له اظهر لي الملفات المخفية. طب هيفيدنا بإيه ده؟ لما أجي على ملف من دول، الأول ندوس view ونكبر مجموعة الأيقونات دي، لما أدوس على أي واحدة فيها بيغير لي شكل عرض الأيقونات. تمام، نعرفها إزاي؟ نعمل كمان أكتر من أيقونة. هنا نيو مايكروسوفت دوكمنت تاني. طبعا لو بسمي حاجة زي الدوكمنت أو حاجة بنفس الاسم بيبدأ يعمل لي منها رقم 2 رقم 3 ويرقم لي هو تلقائي. طيب أنا دوست فيو وأبدأ هنا أقول له خلي لي الملفات بحجم كبير جدا اكسترا لارج ايكونز او سمول ايكونز، ايقونات صغيره. لو اخترت كده وشلت ايدي بص عمل ازاي، او تايلز هيبقى شكل الملفات دي كده. وطبعا مكتوب المساحه عليهم بتاع 22 بايتس، هنا 0 بايتس 0 بايتس 0 بايتس لان انا ما عملتش اي شغل داخلي. او هخليها لارج ايكون اللي هو المعتاد اللي حضرتك بتشوفه، او ليست هيبقوا لسه تحت بعضيهم. تمام، او لو انا نظري ضعيف ورؤيتي على قدها في الكمبيوتر ممكن اخلي شكل الايقونات كده تبقى ظاهره قدامي واقدر اتعامل معاها بالطريقه اللي انا عايزها. وبعد كده هوريكم ازاي لو عايزين تكبروا حد نظره ضعيف وعايز يتعامل على الكمبيوتر بطريقه العدسه او الماجنيفاير، هنعرف ازاي بالنسبه لضعاف البصر. تمام، يبقى احنا عرفنا هنا دلوقتي ازاي نعرض الملف. في اسهل من ده كله سوري معلش، في اسهل من ده كله في العرض برضو. لما بدخل اي فايل بلاقي هنا عندي قائمتين جنب بعض، علامه صوره ان هو هيخليهولي بالشكل ده لارج كبير، او علامه ديتيلز كده اهو. تمام، يبقى بيخليها لي كده او كده. فبمجرد ما بدخل اي فايل على الجنب على الاتجاه على اليمين هنا بلاقي المربعين دول، اي واحد ادوس عليه ماشي اسرع من ان انا ادخل هنا وادوس على اي واحده في دول. طيب في طريقه ثالثه، في طريقه ثالثه، ممكن اقف كده في الفاضي هنا في الملف واجيب برده قائمه فيو اللي انا جبتها من شويه واعملها كده اهو، يبدا يعمل لي الايقونات زي ما انا عايز. يبقى قائمه فيو بتبقى معايا في قائمة في الشريط العلوي هنا، وهنا تحت على اليمين، وهنا داخل الكليك يمين بتاع الماوس. تمام؟ طيب احنا عرفنا دلوقتي ازاي نعمل ملف. طيب انا عايز اخد الملف ده محمود ده كله واجي ناقله في مكان من على الديسك توب اوديه على الجهاز عندي. تمام؟ قبل ما نروح للنقطة دي نحب نشرح بس هنا الشريط الميام أو الشريط السفلي. طبعا بيبدأ من هنا كده، بلاقي عندي هنا على اليمين أول حاجة دي القائمة بتاعت النوتيفيكيشنز أو الإشعارات. ممكن أدخلها كده وأدوس لو الإشعارات دي عندي أقدر عايز أفضيها بعمل كده. دي إشعارات زي إشعارات اللي بتيجي لحضرتك على شاشة الموبايل. تمام، عايز أخفيها باجي في اي مكان في الفاضي وادوس دوسه بتختفي. بعد كده بلاقي عندي الساعه اللي هو التوقيت وجنبه بي ام او اي ام صباحا او مساء، تحتها قائمه التاريخ. لو دوست عليها كده بتظهر قائمه كده فيها اندكس زي بتاعه الموبايل، فيها التقويم بتاع الشهر كله، وهنا الساعه والدقائق والثواني والتوقيت مسائي او صباح. تحتها بلاقي اليوم زي تيوزدي يعني الاربع مثلا ماشي، او ايا كان اليوم اللي بيوافق. تمام، او ثرسدي، هنا ابريل بلاقي الشهر مثلا، او مايو، هنا 25 25 او 26 او ايا كان، هنا بلاقي 2023 او السنه اللي حضرتك بتبقى موجود فيها. تمام، يبقى عرفنا ان هنا التقويم والوقت والتاريخ. جنبه بلاقي كلمة
اي ان او عين زي كده، بتبقى اللغة العربية، وطبعا دي بتبقى تبع مع حضرتك ضايف لغات هنا من الكنترول بانل، وتحت اللغتين بيبقى لانجويج بيرفورمانس اللي هي ضبط اللغة نفسه اللي بيدخلك عليه، ويبدأ لو انت عايز تضيف لغة او تغير في التاريخ او الساعة او اي حاجة من الحاجات دي كلها. تمام، يعني انا هنا عندي ضايف لغتين، انجليش يونايتد ستيتس الانجليزي الولايات المتحدة الامريكية او عربيك ايجي. انا لو فاتح نافذة زي كده بيظهر لي منها على اليمين دايما فوق ثلاث مفاتيح او ثلاث رموز. اول رمز على اليمين بيبقى علامة الاكس، اول ما اقف عليه كده بيتغير لونه، جنبه قائمة مربع كده، جنبه علامة ناقص. تمام، لما اقف عليها كده بيقول لي ده اسمه مينيمايز، يعني تصغير. تمام، طيب نجرب الناقص ده، اول ما ادوس عليه اختفى. هو اختفى راح فين؟ خلاهولي في شريط المهام هنا لكن مخفي معايا تحت، ومديني زي علامة كده معناها ان هو مفتوح. المجموعة اللي هي هنا كده من اول هنا لغاية هنا كده وتحتها خط ازرق صغير خالص لو ظاهر قدام حضرتك، بتبقى دي الحاجات اللي مفتوحة في الجهاز. تمام، جنبها الاختصارات اللي انا عاملها في شريط المهام، يعني عندي هنا جوجل كروم مثلا، لما اقف عليه كده من غير ما ادوس حاجة هيقول لي ده اسمه جوجل كروم، لو رفعت الماوس شوية هلاقي ده ما تحتوش خط، معناها ان ده مقفول. طيب لو دوست عليه دوسة من التاسك بار او من شريط المهام بلاقيه فتح لي الملف بتاع او المتصفح بتاع جوجل كروم. تمام، بعده هنا في سيرش بار اللي هو ده مربع للبحث، ممكن اكتب جواه على اي حاجة داخل الويندوز ابحث عنها، زي مثلا لو انا عايز ابحث عن اي برنامج مثلا يخص ادوبي ادوس، اللغة تبقى انجليزي، ادوبي ادوب، جاب لي كل البرامج اللي بتشمل اسم ادوب. تمام، ايه تاني؟ في الاخر هنا بلاقي مربع زي ده او دايرة بيبقى شكل قائمة ستارت، او لو وقفت عليها بلاقي كلمة ستارت فوقيها، ودي طبعا بتشمل قوائم متعددة. ماشي، وبتظهر معايا في كل ويندوز او كل فيرجن ويندوز باختلاف شكل عن اللي قبل. لما بدوس عليها هنا بيظهر منها قائمة فيها الريسنتلي اديت اللي هي الحاجات اللي مضافة مؤخرا او فتحتها حضرتك مؤخرا، ولما بقف هنا بيقول لي دي قائمة ستارت، وهنا اسم المستخدم ده كريم مثلا اللي هو ابني، او دوكومنتس او بيكتشرز الصور، او ستينجس اللي هو الضبط، او باور قائمة باور اللي بجيب منها ريستارت او شت داون اللي بطفي منه الجهاز. تمام، عايز ارجع من كل ده باجي دايس دوسة تانية عليها كده بتختفي كل حاجة. طيب اظهرها تاني كده وعاوز اظهر برنامج معين، بطلع فوق او تحت بلاقي اي برنامج عاوز اروح له بملحقات، يعني انا عندي هنا مثلا مايكروسوفت اوفيس 2013 في سهم نازل منه، لو دوست عليه هيفتح لي جميع الملحقات الخاصة ببرنامج اوفيس 2013، تقيس على ده كل البرامج اللي عند حضرتك. يبقى عرفنا لو عاوز اشغل او اجيب برنامج بجيبه من قائمة ستارت ازاي، او بفتحه من التاسك مانجر ازاي، او لو ليه اختصار هنا على الديسكتوب بجيبه ازاي. تمام، هنا انا عندي ملف محمود، هاخده دلوقتي كات يعني نقل، واروح المكان اللي انا عايزه، بدوس على ماي كمبيوتر بيفتح لي قائمة زي كده، فيها هنا التاب اللي هنا ده احنا شرحنا فوق اللي هو هوم او كمبيوتر بيجيب لك الخصائص بتاعته كلها، او فيو اللي هي قائمة الايقونات او العرض،
تمام، اجي عايز الغي ده كله، باجي اقف في اي حته في الفاضي وادوس كليك شمال بالماوس بيلغي لي ده كله ويرجعني زي ما انا. هنا الملحقات بتاعت الويندوز في المربع ده كده، بلاقي في الميوزك، بيكتشرز، فيديوز، دوكيمنتس، داونلودز، ديسكتوب. بس كل الحاجات دي تواجدها او مسارها او امتدادها على السي بتاع الويندوز، فيفضل ان انا ما احطش عليها حاجه خاصه، عشان لو اتشال الويندوز هتتشال الملفات اللي داخل الفولدرات دي. طيب، واتفقنا ان السي مش بحط عليه حاجه لان انا ببقى منزل عليه ويندوز ولو عاوز اشيله. طيب، ايه بعده؟ نيجي بعده للدي اللي هو القرص الخاص بيا اللي بحط عليه حاجتي. طبعا لو عندك اكتر من قرص في الحاجه اللي عندك بتلاقي سي دي اي. هاجي هنا كده وما اجيش على ملف واعلم تاني واقول انا عايز اعمل بيست للملف. لو دوست بيست هنا هيشيل لي ملف محمود اللي انا واخده معايا في الذاكره وهيحطه لي فين؟ في قائمه شير دي. يبقى القائمه جوه، انا عايز الملف يبقى معدوق، فباجي في اي مكان في الفاضي داخل المربع ده وبدوس كليك يمين بلاقي كلمه بيست عندي، بقول له بيست. بدور هنا على كلمه محمود بلاقي الفايل، ابص جواه الاقي هنا الملفات اللي انا عاملها. النوت باد دي اتفقنا ان انا ممكن ادون فيها ملاحظات زي مثلا الاسم او بالانجلش نيم، ماشي، او الاسم، انتر، السن مثلا، او اشياء اخرى تذكر. تمام. طيب، النوت باد عايز احفظها، باجي هنا بطريقتين. اول طريقه كنترول اس في الكيبورد اتحفظت، او بدوس على فايل وسيف يبقى كده بحفظ التغيير عليها، او لو هعمل منها نسخه تانية باسم مختلف هقول سيف از واسميها مثلا علي وادوس هنا على سيف، بلاقي عمل لي منها نسخه تانية باسم علي. اصبحت انا ما فاتح دي باسم علي والتانية باسم نوت باد، تمام، اللي هي ملف بخصوص العمل. يبقى لو دوست عليها كده بلاقي هنا الاسم اهو ملحوظات بخصوص العمل، والتانية بقت ايه؟ بقت علي. لما اجي اقف هنا في اي قائمة او لوحة واطلع سنة بالماوس كده بلاقيه عمل لي سهمين عكس بعض، معناها ان انا ممكن اسحب دي لتحت كده وانا دايس كليك شمال وايدي ثابتة عليه ما شيلهاش، او افتح الملف كده اكبره كده او كده. طيب، لو جيت على اي زاوية من الاربع زوايا بلاقيه عمل لي نفس الموضوع بس بشكل مايل كده. لو انا شديت لتحت هلاقيه بينزل لي الطول مع العرض، او لو عاوز افتح العرض كده او عاوز افتح الارتفاع بالطريقة دي. تمام، اصحوا معايا عشان الحاجات دي مهمة جدا. يبقى انا سيفت الملف، وزي ما اتفقنا ان انا لو عايز اخفيه من هنا اظهره تاني من هنا اهو ادوس عليه، او لو عاوز اصغره او اكبره من علامة المربع دي اللي هي ماكسمايز يبقى ماكسمايز عكس مينيمايز او ريستور. يعني كده بص صغرتها اهي كده كبرتها، او عاوز اقفلها اول ما هقف على الاكس ده هلاقي لونه اتغير هدوس كليك شمال، او لو وقفت في اي حاجه من دول واستنيت ثانيتين بلاقيه بيقول لي هي دي ايه. تمام، دي التعليمات او الارشادات بتاعه الويندوز بيعرفنا انا واقف على ايه بالظبط. تمام، هدوس هنا على كلوز، خلاص اتقفل الملف بعد ما سيفته وعملت منه نسخه تانية. اتفقنا عايز اكبر العرض بعمله كده، عاوز احذف حاجه في السله بدوس ديليت، عاوز احذفها من غير ديليت يبقى في الكيبورد شيفت ديليت بيظهر لي قائمه زي كده بيقول لي هل انت متاكد من الحذف؟ الحذف هيكون بشكل نهائي
اقول له يس او انتر في الكيبورد، او لو عاوز ارجع في مكاني ادوس نو او علامة الاكس هنا، يبقى مش هيحذفه. لكن انا هحذفه فعلا، ادوس واقول له انتر في الكيبورد، كده الملف اتحذف نهائي. لو رحت السلة مش هلاقي الملف. تمام، انا عشان اطلع من مكان وارجع له تاني مش لازم اقفل من الاكس، بقفل من الناقص عشان يفضل البرنامج او الحاجة اللي بعملها موجودة معايا في نفس الوقت. تمام، يبقى كده شرحنا قائمة ستارت شريط المهام او الايقونات الرئيسية بتاعة الجهاز. تمام، طيب هندخل ماي كمبيوتر تاني، نعمل حاجة صغيرة، نيجي نقف هنا على كمبيوتر نلاقي كلمة Open Settings أو System Properties اللي هي خصائص النظام، بدوس عليها كده بتفتح لي قائمة مكتوب فيها About، فيها كل إعدادات الويندوز عندي. لو عاوز أعرف الويندوز ده 32 ولا 64 وهنقول ايه الفرق ما بين الاثنين، باجي هنا عند سيستم تيب والتايب، بلاقي 64 بت اورينتنج سيستم 64 بس البروسيسور. يهمني في الرسالة دي كلها كلمة 64 بت. يبقى انا دلوقتي عرفت ان جهازي بيدعم نسخة ويندوز تعمل بنظام 64 بت. عاوز اعرف الهارد عندي متقسم فات ولا ان تي اف اس وايه الفرق، وعاوز اعرف السيستم معناه ايه. يبقى حضرتك تتابع معايا الدرس القادم من سلسلة احتراف الكمبيوتر والانترنت. كان معكم محمد مبروك من قناة نبذة إبداعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.